النهارده لحضراتكم ونخدنا الراديو المميز الاستاذ محمد مصلوح رئيس تحرير موقع مصر العربيه. ونتكلم كتير النهارده الحقيقه عن يعني قضيه التغيير المدربين وكثرة تغيير المدربين في الموسم الماضي والتجارب الشابه في الموسم الجديد، وهنشوف مدى نجاحها مع ناقدنا الرياضي المميز استاذ محمد مصلوح. خلينا نرحب بيه في البدايه. استاذ محمد اهلا بيك، والحقيقه مشرفني النهارده في صحافه النهار. اهلا بحضرتك، انا اللي مشرفني ان انا ابقى موجود في قناه النهار ومع حضرتك. بس في بس اتفضل تصحيح، نائب رئيس القسم الرياضي مش رئيس تحرير. رئيس قسم الرياضي، نائب رئيس القسم الرياضي بمصر العربيه. استاذ محمد، الحقيقه عندنا كلام كتير، ويمكن اتكلمنا من فتره عن الملاحظه الاهم في الدوري الموسم الماضي، وهي كثره تغيير المدربين. يمكن كان معايا كابتن طه اسماعيل او الدكتور طه اسماعيل الشيخ المدربين طبعا في مصر، وشايف انه برده الحقيقه بتحكمها بعض المصالح في الفترات اللي فاتت، سواء من وكلاء اللاعبين او بعض وكلاء اللاعبين وبعض مديرين الكره في الانديه المصريه وبعض المدربين. طبعا بتحكم عمليه التغيير في الأندية المصرية بعض المصالح. حقيقة شايف القصة دي ازاي، وشايف ان تغيير 14 مدرب في الموسم الماضي شايفها ازاي، وهل ده يعود على الكرة المصرية بالصالح ولا لا؟ طبعا هي ظاهرة سلبية موجودة في الدوري المصري، وتقريبا سمة من سمات الكرة المصرية او الدوري المصري في الفترة الأخيرة كمان زادت جدا. في أندية غيرت المدربين أكتر من 5 مدربين في الموسم. فده طبعا ما فيش أي دوري في العالم ممكن يحصل فيه كده، يعني ده أكيد بيأثر على الفريق. وعندنا أمثلة كتير جدا، إن نادي زي سموحة مثلا كان الموسم اللي فات مميز ووصل لنهائي الكاس ووصل لنهائي الدوري في الدورة الرباعية مع النادي الأهلي. كان فيه ماتش فاصل لو كان فاز بيه كان ممكن يبقى بطل الدوري السنة. الموسم الماضي أو المنتهي كان بينافس على الهروب من الهبوط بسبب إن في أكتر من مدرب اتغير، يعني في حوالي 5 مدربين أو 4 مدربين. يعني سموحة 5 مدربين، كابتن حماده صدقي، لافاني، كابتن حلمي طولون، كابتن ميمي عبد الرازق، واخيرا كابتن محمد يوسف. يعني 5 مدربين، وفي على فكره كتير كابتن وهل محمد. هيكمل كمان محمد يوسف ولا لا؟ فبرضه في طلائع الجيش في كل الانديه، يعني لا في انديه كتير، يعني انا لو استعرضتهم معاك، الاهلي غير مره واحده جريده الكابتن فتحي مبروك، الزمالك 4 أجهزة فنيه، وده يمكن عكس الواقع شويه. دايما بقول انه يعني يمكن الاستقرار الاداري ساعد نادي الزمالك رغم تغيير الاجهزه الكتيره دي على النجاح والفوز بالدوري. سموحه 5 مدربين مصري، هو نادي الزمالك حاله خاصه. نادي الزمالك في الموسم الماضي ده او المنتهي حاله خاصه، لان نادي الزمالك فيه لعيبه جديده بالكوره كده جعانه كوره، كانت مصممه ان هي تحرز بطوله. فما أثرش على نادي الزمالك أو الفريق إن المدربين يحصل فيه تغيير، لكن هو برضو كانت قرارات خاطئة إن يتغير المدرب أكتر من مرة. لكن اللي جانب التوفيق جانب نادي الزمالك أو حلف نادي الزمالك في فريق نادي الزمالك، إن اللاعبين اللي موجودين وأولهم باسم مرسي تحديدا كان عندهم درجة من الحماس عالية جدا، كانت سبب رئيسي في ان نادي الزمالك يحقق البطوله. غير كده لو اللاعبين دول مش موجودين وبالدرجه الحماس دي كان نادي الزمالك كان ممكن يفقد البطوله. واستقرار كمان مجلس الاداره اعتقد طبعا استقرار مجلس الاداره هو اللي وفر في الاول الصفقات. طيب معلش انا هستعرض معاك استاذ محمد التغييرات اللي حصلت الموسم اللي فات والموسم ده، لانه هي ظاهره الحقيقه ممكن تبقى صحيه في بعض الاوقات، وممكن في بعض الاوقات او الاوقات الاخرى تكون مضره للكره المصريه ومضره للانديه، لانه معظم الانديه اللي غيرت بشكل كبير او عدد كبير من المدربين والاجهزه الفنيه هبطت. يعني 5 انديه هبطوا الموسم اللي فات، منهم دمنهور، منهم الاسيوطي. الاسيوطي غير 5 أو 6 مدربين، دمنهور غير 4 مدربين، جونه يمكن النادي الوحيد اللي ما غيرش مستر تسوبل خلال الموسم، ولكن طبعا اداؤه كان سيء خلال الموسم. لو النصر برضه النصر ما غيرش، يعني هي في الداخليه كمان يعني في كام نادي ست انديه بالظبط هم ما غيروش. خالد القماش برضه في الشرطه، على لعب عال في الداخليه، حرس الحدود والمقصه والنصر والشرطه والجونه والداخليه.
طيب الرجاء غير كمان حوالي 4 أو 5 مدربين، كابتن خالد عيد وكابتن محمد عبد السميع، حمزه الجمل، سمير كمونه، وكابتن محمد عمر. يعني شايف الظاهره ممكن تكون، او ظاهره كسر التغيير المدربين ممكن تكون مفيده للانديه المصريه في كره القدم في الفتره اللي جايه؟ وعايز اخد رايك كمان في التجارب الشابه للموسم الجديد زي كابتن احمد حسن، زي كابتن عماد نحاس، احمد حسام ميدو مع نادي الاسماعيلي. هو طبعا الظاهره عمرها ما هتكون صحيه او ظاهره ايجابيه لما يبقى في كسر التغيير مدربين بالشكل اللي موجود دلوقتي او بالشكل اللي موجود في الدوري المصري. لكن هو الافضل فيه او اللي احنا ممكن ننتقيه من الظاهره ونستفاد منه ان في فعلا وجوه جديده وفي اجيال شابه، احنا بنقول عليها شابه يعني يعني لحد دلوقتي بنقول على الكابتن طارق العشري شاب، مش عارف ازاي يعني. لكن في وجوه جديده لاول مره هتظهر في الموسم الجديد زي الكابتن احمد حسن، في الكابتن ميدو، احمد حسام ميدو برضو بيكمل بعد تجربته مع نادي الزمالك، في تجربه جديده مع نادي الاسماعيلي نتمنى انه ينجح فيها. الكابتن عبد الحميد بسيوني برضو صاحب تجربه مع حرس الحدود، حرس الحدود. انا شايف الافضل في التجارب اللي موجوده الكابتن ايهاب جلال. صحيح الكابتن ايهاب بيدرب من فتره، مش المدير الفني المصري المقص طبعا. عامل موسم هايل جدا، عامل فرقه بنسبه كبيره، انا شايفها هي الافضل في الدوري المصري في الدور الاول وفي الدور الثاني في الموسم الماضي. لان في ثبات، في ثبات في المستوى بل بيزيد. انا شايف ان بس في مشكله عندنا في الوجوه الجديده، هل في دورات بتزود يعني بيثقلوا العمل ده بدورات تدريبيه او دراسه ولا لا؟ يعني الكابتن احمد حسن اعتقد ما فيش دورات تدريبيه لسه، الكابتن ميدو لسه برضه في، هو لازم طبعا يكون خد الدورات الاساسيه عشان يشتغل كمدرب او كمدير فني. ولكن انت قصدك انه يثقل ده بالدراسه في الخارج يعني؟ طبعا لازم، وده لابد ان يبقى في دورات وفي فتره معايشه كمان في انديه في اوروبا تحديدا عشان يقدر ان هو يجاري الكره الحديثه ويبقى عارف كل التطورات اللي ممكن تحصل في الكره بشكلها الجديد. تمام. والطرق اللعب واساليب اللعب، لان ويقدر ينقل ده طبعا للدوري المصري، ده هيفرق كتير جدا. طبعا هيفرق كتير مع اللاعبين اللي هيتولى تدريبهم، وممكن ده يعود بالنفع على المنتخب. طب هل شايف انه تجربة كابتن احمد حسن، تجربة كابتن احمد حسام ميدو من اللي تولوا المسؤولية فيه، ويمكن عبد الستار صبري وعبد الظاهر السقا مع كابتن شوقي غريب، شايف ان ممكن تجاربهم الاحترافية تفرق معاهم بشكل كبير؟ هي معايشة كاملة من خلال كلاعب، ولكن من خلال التدريب اعتقد بتبقى صعبة شوية. لا يعني هو في شيء هيبقى اكتسب طبعا بعض الخبرات، هو طبعا خبراته في الملعب كلاعب سواء كابتن احمد حسن او كابتن احمد حسام او كابتن عبد الظاهر او كابتن عبد الستار، كلهم لعيبه كانوا لعيبه كبيره جدا واحترفوا في اكبر الانديه، وطبعا ده هيفيدهم هيفيدهم اكيد. لكن برضو لازم ان انت، لان في فرق كبير بين اللاعب والمدرب. المدرب، انا وجهه نظري او انا مقسم المدرب المدير الفني في اي مكان في العالم لاربع او لثلاث عناصر لازم او سمات لازم تبقى موجوده فيه. لازم ان هو يكون راجل كوتش مباراه، يعني يقدر يغير في المباراه، ودي مش هتيجي الا يعني بيبقى جوه المباراه. حضرتك طبعا فاهمني انت كابتننا، جوه المباراه ان هو يقدر يغير اي يبقى اي حاجه تحصل في الفريق، يتعرض لهزيمه لهدف او بتاع، ويقدر يغير اساليب وطرق اللعب داخل الملعب اثناء المباراه يعني. ده هيجي بالوقت مع الكباتن اللي قلناهم. في كمان الكوتش اللي هو بتبقى عينه، ودي بتبقى موهبه بقى ملهاش علاقه بنجوميه اللاعب، لان في لعيبه كانت نجوم كبيره جدا وفشلت في التدريب لان ما عندهاش الجزئيه دي تحديدا، ان هو عنده العين اللي تنتقي اللاعب. دي مش موجوده في معظم المدربين الموجودين. النجوم الاسامي الكبيره جدا فشلت، ويمكن الابرز كمان جزئيه ان هو يقدر بقى يجهز اللي هو المدرب اللي بقول عليه مدرب فتره الاعداد او مدرب
ما قبل المباراة ان هو يقدر يجهز اللاعب فنيا وبدنيا ونفسيا، لان احنا في مصر مش كل الأندية فيها اخصائي نفسي، فلازم المدير الفني هو اللي بيتعامل مع اللاعب. اعتقد ان ده بنسبة كبيرة المدرب مطلوب ان هو يؤهل اصلا. يمكن مدرب الاحمال دلوقتي بقى ليه يعني تواجد كبير جدا في الدوري المصري بيساعد المدير الفني. مش في كل الأندية وبرضه معظمهم غير مؤهلين. طب تخليني ناخد واحد الحام من المديرين الفنيين او المدربين اللي انا شخصيا يعني اتمرنت على قديه وعارف قد ايه امكانياته كبيره جدا، ويمكن انت كنت لسه بتقول استاذ محمد العين الخبيره او الكوتش كوتشنج داخل طبعا الملعب اللي يقدر يغير من طريقه واسلوب اللعب اثناء المباراه حسب سيرها. طبعا يعني الحقيقه كابتن محمد صلاح انا بشهد له بده، ويعني مش عايز اقول ببصم بالعشره، ولكن الحقيقه يعني شهاده الحقيقه يعني مش عايز اقول انا بجامله، ولكن الحقيقه دي شهاده حقيقيه وبشهد بيها امام الله. طبعا كابتن محمد صلاح مساء الخير. كابتن اشرف صح حضرتك وبسلم على استاذ محمد منورين. ربنا يخليك يا كابتن. عايز اعتز بيها وبطل تفضحني بقى كفايه. عامل ايه يا كابتن كله تمام؟ ربنا يخليك يا اشرف. ربنا يخليك حبيبي. كابتن محمد الحقيقه احنا بنتكلم النهارده في قضيه تغيير او كسر تغيير المدربين في اثناء الموسم في الموسم اللي فات، يعني الموسم اللي فات الحقيقه 14 مدرب تقريبا اتغيروا اثناء الموسم، وحضرتك شايف ان دي ظاهره صحيه؟ شايف انها ممكن يبقى تنفع الدوري المصري في الفترات اللي جايه او هتضر بالكره المصريه في الموسم اللي جاي؟ شوف كابتن اشرف، هي صحيه دلوقتي بالنسبه لينا كزمالك، جابت نتيجه وخدنا الدوري، لان اساس المجموعه كلها زي ما قلت حواك المستشار مرتضى منصور واللعيبه واربع جزء اتغيروا نفس السيستم ونفس النظام ونفس الطريقه ونفس الفكر حصل فخدنا دوري. تمام. لكن للاسف الشديد، انا بقول للاسف لان انا برضه كنت ضحيه من ضحايا التعاقدات، ان مفيش نقابة تحميك، نمرة واحد. نمرة اتنين، العقود اللي بتتعمل ما فيهاش حاجة خالص تفيد المدرب غير يا اما يدفع شرط جزائي يا اما ياخد شرط جزائي. لكن الإقالة والاستقالة سهلة جدا. طب هي الشروط، يعني حضرتك شايف ان الشروط الجزائية دي ما بتكونش في صالح المدرب؟ كنت انت مدرب محترم وعايز تعمل حاجة، انت مش ما بتبصش على الشرط الجزائي، انك انت هتدفع او هتاخد، لكن انت في الحالتين بره. فيجي واحد تاني بعديك للاسف برضك، وانا واحد منهم في المدربين، نيجي نقول لك اشرف ممدوح انسى الموضوع اللي عمله كله، انا هبدا من جديد. تمام. يمشي صلاح، سيب صلاح ونبدا من جديد. ده كل ده بيأثر على الفريق بتاع النادي اكيد، بس أكيد. الناس مش حاسه. هي الناس بتبقى عندها ضغط جماهيري، شيلوا فلان. الاداره ممكن في بعض الاحيان ترضخ لاراء الجماهير لان ده ضغط جماهيري وانا مش عايز دوشه. تمام. وساعات بتجيب نتيجه عكسيه، ان اللعيبه عم ياخد عليك وانت عارف التفكير هنا او الفكر مش 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 بدرجه ممتازه يا اشرف. ايوه. فعقبال ما تاخد عليا ويعدي ماتشين ثلاثه اتغري بيقول لك ده من اللي فات، انا لسه ما عملتش حاجه. ويمكن استاذ محمد يوافقني في الموضوع ده، فبتتم تغير. يعني هقول لك على حاجه، ممكن تلعب اربع ماتشات تخسر ثلاثه تتغير وانت لسه جاي من قيمه شهرين. لكن انا اتمنى ان العقود يبقى تحت رئاسة اتحاد الكورة أو نقابة المدربين عشان تحمي المدرب أو تحمي الجهاز كله، يبقى في بند موحد وتعمل استقرار للأندية اللي أنت رايحها، ما تبقاش أنت رايح وعارف أن لما تخسر أو إذا خسرت ممكن تمشي النهاردة بالليل. يعني حضرتك شايف أنها ما تخضعش بنسبة 100% لمجلس إدارة النادي؟ لا، هي عوامل مشتركة. الجماهير عايزة إيه؟ نص الإدارة عايز إيه ومش عايز إيه؟ هتخلي بالك والله العظيم يا أشرف، وأنت عارف الأستاذ مرتضى منصور، أنا اتعلمت منه حاجات كتيرة، إن القرار في إيده هو. مش ديكتاتور. بس إيه؟ الإقالة والاستقالة دي عندي أنا. يعني ما بيسيبهاش تخضع لأهواء بقى، سواء جماهير أو مجلس إدارة. ما هي اللي حصل في السنين 10 اللي فاتوا وال20 اللي فاتوا، يمكن أنا سامع الأستاذ محمد بيقول لك اللجنة. لأنك أنت دلوقتي مين اللي هيحميك؟ أنت تبع بتحب وتكره. فاللي بيحبك عايز يخليك، واللي بيكرهك عايز يمشيك. تمام. ودي بتقطع النتائج، انت ماشي كويس اهو سيبوه. او ما يحصل حاجه ممكن بالليل تمشي، بقول لك مش الصبح، ممكن بالليل تمشي. لان الشرط الجزائي ما بقاش هو العائق الكبير. اكيد. شهرين ثلاثه تدوله ويمشي ونجيب واحد ثاني، او نيجي مثلا نقول لك عايزين واحد خبره وبعدين الخبره تخسر، يقول لك ما سمعتش كلامي ليه؟ مشيه. ده ما يعيش استقرار الانديه. اكيد. ومجلس 20 واحد واحنا ما عندناش اصلا، يعني الدوري يعني ما كانش فيه منافسات كتير السنه اللي فاتت،
ومغير 22 مثلا او 23 مدرب. عدد كبير جدا كان بصراحه الحقيقه، ويعني يعني ظاهره الحقيقه كانت صعبه جدا جدا الموسم اللي فات، والحقيقه الواحد قلقان ان يشوفها كمان الموسم ده. لكن الظاهره اللي لازم تدرس او تدرس هي مش هي نادي الزمالك. ازاي بتغير اربع مدربين وانت بتكسب؟ انا جاوبت على ده. انا بقول لك، انا بقول لك دلوقتي اللاعب، يمكن الاستاذ محمد لسه قايل الكلام ده فعلا، مجلس اداره نادي الزمالك فرق كتير. هي حاله خاصه يا كابتن محمد. لكن انا بقول لك يا اشرف دلوقتي المدرب مش هو اللي بيعمل اللعيب، اللعيب هو اللي بيعمل المدرب. دي بتفرق كتير. ممكن تقول لك ايه اللي بيتكلم ده ولا مش عارف يتكلم ولا لا. اللعيب بنتائجه هو اللي يخلي المدرب ده كويس، بادائه بادائه طبعا. ولكن شخصيه المدرب بتفرق اكيد يا كابتن. بروفيسور في كرة القدم وبخسر، ما انا اعتبر فشلت. طيب اخد مع حضرتك النقطة الثانية ورأي حضرتك وتقييم حضرتك، مش هقول تقييم بقى ولكن رأي حضرتك في التجارب الشابة الجديدة في الدوري المصري الموسم اللي جاي، زي أحمد حسن، عماد النحاس، أحمد حسام ميدو، برضه يمكن من ضمن التجارب الجديدة رغم تجربته مع نادي الزمالك، ولكن لسه يعني في من الوجوه الشابة في عالم التدريب. شوف هو في الأندية الكبيرة بتنجح بدرجة 90%. الفرق الصغيرة دي اللي هتحتاج مجهود كبير. وعشان كده يمكن انا بقول لاحمد حسن انا عايزه، يمكن دي حاجه ترجع له طبعا، بس انا قريته وشفت ان هو عايز يلعب ويمرن. لا هو يركز في حاجه، لان مهما لعب هيبطل في الاخر فهيسلك ايه التدريب. لكن ارجو ان هو بعد ما كانش ليه حظ في اداره الاتحاد الكوره كمنتخب اول يركز في التدريب، لعل وعسى يبدا من بتروجيت. لكن ميدو اسهل شويه لان هو درب قبل كده وبعدين خد كاس في نادي الزمالك وراح نادي الاسماعيلي نادي كبير وكان رئيس قطاع الناشئين، فعنده خبرات كتيره ويمكن عاشها في هولندا وعاشها في انجلترا وعاشها في اوروبا. لكن احمد حسن عاشها كلاعب بس مش تدريب اكيد، فدي اسهل بالنسبه لميدو. لكن انا احمد حسن اتمنى انه يركز، لان ممكن يبقى فيه، ما خلي بالك ما الدنيا مش هتقف عليا ولا عليه. اكيد اكيد، الجيل الجديد طالعه زي ما بتطلع في الناشئين، هتطلع في مدربين، واتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله كابتن محمد بشكر حضرتك جدا. شكرا. ربنا يخليك. بشكرك كابتن محمد صلاح طبعا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، واعتقد كلامه مهم جدا استاذ محمد. طبعا هو يعني كابتن محمد صلاح قال نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان يعني برضو الجزئيه بتاعت احمد حسن ان هو يبقى مع التدريب افضل، يركز في التدريب افضل، لان انت لسه بتبدا. فصاحب بالين التركيز مهم. طب خليني اخد تعقيب الاستاذ محمد ونكمل كلامنا عن تغيير المدربين وتغيير خريطه المدربين في الموسم الجديد، ولكن بعد الفاصل. عوده لحضراتكم وانا خدنا الرياضي المميز الاستاذ محمد مصلوح نائب رئيس القسم الرياضي بموقع مصر العربيه. استاذ محمد، يمكن كلام كابتن محمد صلاح كان متوافق بشكل كبير جدا مع حضرتك، وشايف انه التجارب الشابه ممكن الفتره اللي جايه مع التركيز مع توفير الامكانيات ممكن فرصتها دي تنجح ان شاء الله في وانا شايف الحقيقه، انا بتمنى يعني مش شايف بتمنى ان شاء الله ان التجارب دي تنجح ان شاء الله نتمنى. لكن هو الكابتن محمد اضاف جزئيه برضو ان في الانديه الكبيره بتبقى التجربه نسبة النجاح اعلى لكن مع الانديه اللي هي في الامكانيات فيها اقل، مش هنقول الانديه الصغيره لان الانديه كلها فوق دماغنا يعني، لكن بتبقى فيها التجربه اصعب شويه، بتقطع يعني الامكانيات وتوفيرها. ممكن تجربه يعني كابتن عماد نحاس او كابتن احمد حسن هتبقى اصعب شويه من كابتن ميدو لما كان مع نادي الزمالك، او كان حقق بطوله مع نادي الزمالك، حقق بطوله كاس مصر مع الاسماعيلي برضو نادي جماهيري ونادي كبير، هتفرق معاه. طيب عايز اخد حضرتك لنقطه مهمه جدا، شايف انه مجالس الادارات في الموسم الجديد، يعني مش عايز اقول نصيحه وعشان الناس ما تاخدش بس كلامنا بشكل خاطئ، ولكن شايف رؤيه الفتره اللي جايه او الموسم القادم، اعتقد ان كل الانديه خدت فتره اهو شهرين او ثلاثه قدرت يعني تشوف المدير الفني المناسب ليها بامكانياته وتقتنع بيها، شايف انه او تنصحهم بايه الفتره اللي جايه؟ شايف انه ممكن يكملوا بقى يدوا له فرصه مثلا موسم، يدوا له فرصه نص موسم، ولا النتائج ممكن بعد مباراه او اثنين زي ما قال كابتن محمد صلاح يروح بيغير الجهاز الفني بالكامل؟ لا طبعا، يعني ما ينفعش ان يبقى بعد مباراه او اثنين اغير الجهاز الفني او اغير المدير الفني، لان انت من البدايه اخترته، ايه المعايير اللي انت اخترت بيها يعني؟ فهي لازم يكون في معايير في البدايه اللي انا اختار بيها المدير الفني اللي يناسب الفريق اللي انا بعمله او بكونه. كمان مجلس الاداره في اي نادي ايه الهدف اللي بيحطه او بيحدده للفريق بتاعه لفريقه، يعني نادي اسوان صاعد للدوري الممتاز، ايه اللي محدده مع عماد النحاس؟ انت اديته فرصه
انه يكمل معاك، هو صاعد بالفريق يكمل معاك في الدوري الممتاز. هل انت محدد الهدف يبقى هل النادي او هل في نص هل الجدول بت... او انه ينافس حسب بالظبط هل نادي بتروجيت محدد الهدف مع كابتن احمد حسن؟ هل مجلس اداره، وده الاكثر كمان لان ده عنده جماهير، هل نادي الاسماعيلي مقرر ومحدد ايه الهدف بالظبط، ولا برضه بيطلع بيقول ان انا هنافس على البطوله وبعدين نلاقي مفيش المقومات اللي هي تساعده انه ينافس على البطوله؟ يعني لازم يكون بيعد نفسه جيدا قبل بدايه الدوري ويوفر كل الامكانيات حسب حسب الهدف زي ما حضرتك تفضلت بالظبط. هو تحديد الهدف من الاول واعلانه لجماهيره، خاصه لو كان نادي جماهيري، يعني ان كان نادي الاسماعيلي او الاتحاد او المصري او كل الانديه الجماهيريه، واسوان كمان نادي جماهيري، واسوان نادي جماهيري، واسوان الانديه الصعبه. لكن الامكانيات يعني النادي المصري والنادي الاسماعيلي والاتحاد السكندري تحديدا الانديه دي بتكمل ما بتنزلش، ولكن دايما بنشوف مجالس ادارتها بتقول ان هي هتنافس على البطوله، وبعدين نلاقي لا اما النادي بينافس على الهروب من الهبوط زي المصري قبل كده، او النادي وبيغير مدربين كتير جدا لانه مش محدد من الاساس ايه الهدف وايه المعايير اللي اختار عليها، او نادي زي نادي الاسماعيلي ان هو بيبقى زعلان انه طالع رابع، مخلص مفنش الدوري رابع او خامس، بس هي دي امكانياتك او هي دي هو ده المقومات اللي معاك. بس فالمفروض المجالس الادارات تحدد الهدف ايه المطلوب بالظبط، وتحدد المعايير في البدايه اللي هتختار عليها المدير الفني اللي هيكمل معاه والاجهزه الفنيه. في الحقيقه استاذ محمد، يمكن من اكتر الحاجات اللي مضايقاني في المواسم اللي فاتت انه بنشوف بعيدا عن الاهلي والزمالك ابتعاد الانديه الجماهيريه عن المنافسه على البطوله. يعني بنشوف دلوقتي دجله مثلا ابتدى يقرب شويه من المنافسه على البطوله في الموسم اللي فات، ام بي نفس الكلام، سموحه ما عندوش طبعا مش نادي جماهيري، كل جماهير اسكندريه اعتقد مع نادي الاتحاد، وفي بعض الجماهير طبعا بتشجع نادي سموحه، ولكن مش يعني ما يعتبرش نادي من الانديه الجماهيريه. الانديه الجماهيريه اختفت تماما عن المنافسه على البطولات، شايف انه ممكن تعود ازاي؟ لانه مهم جدا يبقى عندك زي الاهلي والزمالك. انت عايز الصراحه هي ابتعدت عن انا عايز بوضوح هي ليه ابتعدت عن المنافسه، لان الانديه دي كانت بتنافس في فترات زمان قوي، يعني محله والترسانه والمصري والاتحاد. الانديه دي ابتعدت لان بدات مجالس الادارات في الانديه الشعبيه او الجماهيريه تلعب على العاطفه، تلعب على الجمهور، ما فيش صدق وصراحه مع ووضوح مع الجمهور. ده اولا. ثانيا مفيش اصلا تخطيط، لان انت معاك الجمهور ده ثروه طبعا، هل انت بتستغل الثروه دي وبتقدر ان انت تستفيد منها ولا لا؟ مفي انا شايف ان معظم الانديه الشعبيه في مصر مجالس الادارات، ودائما بتلاقي في مشاكل والمجلس بيمشي وبيجي المحافظ يجيب مجلس معين، كل ده بيحصل. النواحي الماديه بتفرق كمان في الانديه، الكره مش النواحي الماديه فقط، ولكن لابد ان يكون في تخطيط، اقدر ان انا استمر كمان لو في نواحي ماليه. سموحه كان في نواحي ماليه كويسه، النادي الصدارة الحقيقه كان النادي الاسماعيلي يعني كان بيدعم بشكل جيد جدا الى حد ما في نواحي ماليه معقوله، يعني مش نادي صاعد مثلا ولا حاجه، لكن هل بتوظف الماديات في مكانها؟ ده التخطيط اللي مش موجود. عشان كده بيبقى فيه، انا شايف ان في نموذجين كويسين جدا في الدوري في الفتره الاخيره، نادي وادي دجله ونادي مصر المقاصه، دول يمكن الافضل ان عاملين شكل وفي اداره محترمه من النواحي التخطيطيه بالزبط. والرؤيه يعني طبعا. طيب انا عايز اخد حضرتك لنقطه مهمه جدا الحقيقه، وانا لاحظتها بشكل شخصي الفترات اللي فاتت، ومش هنتكسف ان احنا نقولها او نحرج ان احنا نقولها، لانه مهم جدا انه في النهايه نتكلم لصالح المنظومه الرياضيه او صالح كره القدم الفتره اللي جايه. شايف انه في علاقه بتجمع بين مديري الكره في الانديه وبعض وكلاء اللاعبين في فكرة تغيير أو كسر تغيير المدربين الفترات اللي فاتت، بتجمعهم مصلحة يعني مصالح مادية، وبالتالي أنت ممكن تغير مدرب أو جهاز فني على حساب النادي، المهم أنك بتكتسب موجود. النواحي المادية ده موجود فعلا. شايف ده إزاي الفترة اللي فاتت؟ ده موجود، وموجود بشكل كبير في الكرة المصرية وفي الوسط الرياضي فعلا، في مصالح عشان كده بيجي مدربين
كان يمكن كانت اكتر في الفتره اللي فاتت ابتدت تقل لان بقى في وجوه جديده بيتم الدفع بيها. لكن الاول كانوا 5-6 مدربين بنشوفهم كل مره بيتغيروا من النادي ده للنادي ده. عشان كده ما كانش خريطه المدربين بتتغير الفتره اللي فاتت. هي زادت يعني عشان كده بنتكلم في 14-15 مدرب بالظبط. يمكن كانوا 7-8 هم اللي بيتغيروا من هنا لهنا لهنا. وبيبقى في بعض اللي كان في اجانب اكتر في الفترات السابقه. طب خليني اروح معاك بقى لفكره المدربين الاجانب. يعني حال المدربين الفنيين الاجانب معظمهم او بنسبه كبيره نجحت في مصر. يعني التجربه البرتغاليه تحديدا نجحت بشكل كبير في على مستوى الانديه الكبيره المصري. على مستوى الانديه بلاش نتكلم عن مستوى المنتخبات لانه مستوى المنتخبات او المنتخب القومي التجارب التجارب المصريه او الوطنيه نجحت بشكل كبير طبعا. كان على راسها كابتن حسن شحاته. شايف كابتن الجوهري برضه عشان طبعا كابتن الجوهري طبعا رحمه الله عليه طبعا. شايف المدير الفني المصري ممكن ياخد فرصته بشكل جيد الفتره اللي جايه ولا ممكن الاعتماد طبعا في الانديه الكبيره زي اهلي زمالك اسماعيلي ممكن امبي والاتحاد مثلا او ممكن يستعينوا بالمديرين الفنيين الاجانب؟ هو في فعلا دلوقتي مدير فني في الاتحاد في الزمالك لكن انا وهيكون في النادي الاهلي في النادي الاهلي كمان هيكون في نهايه في ختام بعد بطوله الكونفدراليه حتى لو ان كابتن فتحي فاز بالبطوله هيكون في مدير فني اجنبي. دي معلومه؟ طبعا. طيب يعني ما انا كنت حاجه معاك للنادي الاهلي وشايف الفتره اللي جايه مع كابتن فتحي مبروك ازاي لانه احنا اتكلمنا كتير جدا في القصه دي وفكره لسه تاجيل الفتره اللي لغايه دلوقتي اللي بات فيه المدير الفني. ولكن طبعا المجلس الاداره ليه رؤيه معينه وشايف ان كابتن فتحي مبروك ماشي بشكل جيد وبالتالي مش عايز يعني او عايز يكمل شويه الفتره معاه لغايه ما تتضح امامه الرؤيه اذا كان في مدير فني اجنبي قادم ولا لا. والله هي انا يعني في معلومه وفي وجهه نظر. المعلومه ان انا شايف ان انا اللي اعرفه معلوماتي ان النادي الاهلي هيغير المدير الفني وهيجي مدير فني اجنبي. وتحديدا هيكون من المدرسه البرتغاليه او الالمانيه. مش هيخرج عن المدرستين. وفي اتطرحت بعض الاسماء ولكن وجهه النظر انا شايف ان ده الافضل للنادي الاهلي. شايف ان النادي الاهلي المدير الفني الاجنبي عكس ما كل الناس بتقول يعني انجح مع النادي الاهلي ومحقق نجاحات اكتر ومع النادي الاهلي تحديدا يعني هي كيمياء في النادي الاهلي المدير الفني بينجح بشكل كبير. ممكن يكون في برضو تجارب كتير مع كابتن حسام البدري الكابتن محمد يوسف حققوا نجاحات ولكن زي ما قلت لحضرتك بتكتمل العناصر اللي موجوده في المدير الفني. هل هيكون قادر على ان هو يحقق العناصر اللي اتكلمنا فيها ان هو يكون كوتش مباراه يكون شخصيه قويه جدا تسيطر على اللعيبه هل ممكن ما يحصلش مجاملات؟ لسه هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. طيب اروح مع حضرتك للجنه الانديه. لجنه الانديه هي طبعا والمستشار مرتضى منصور هيكمل كرئيس لجنه الانديه بالانتخاب في الفتره اللي جايه والنادي الاهلي مازال بعيد عن لجنه الانديه يمكن شايفها لانها مجرد توصيات ومفيش قرارات ليها ودايما مهمشه في مشاكل بينها وبين الاتحاد المصري لكره القدم يمكن اعتقد ان دي وجهه نظر ان النادي الاهلي في ابتعاده عن لجنه الانديه. شايف انه قرار صائب بالابتعاد عن لجنه الانديه وشايف الفتره اللي جايه ايه اللي هيحصل لان احنا شفنا بابتعاد النادي الاهلي عن لجنه الانديه وجود نادي الزمالك فقط او المستشار مرتضى منصور طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك هم قطبي الكره المصريه وبالتالي مهم جدا وجودهم في لجنه الانديه. شايف الفتره اللي جايه برضه هتحصل نفس المشاكل وهتفضل لجنه الانديه مهمشه وهيبقى قراراتها برضه غير ملزمه للاتحاد المصري كرة القدم؟ أنا بس يعني هاخد دور حضرتك كمذيع وهسألك سؤال واحد هل إيه دور لجنة الأندية؟ إيه دور لجنة الأندية؟ مش شايفين الموسم اللي فات كان التوصيات وكان بيطلع الاتحاد يرفض التوصيات ديت وما ينفذش منها أي قرار. فأنا شايف إن لجنة الأندية هي شكل موجود ولكن كانت في مبادره كويسه من المستشار مرتضى ان هو قال لو المهندس محمود طاهر اتقدم انا مش هترشح لرئاسه اللجنه. احنا بنتمنى ان يبقى في تقارب
وينتهي الصراع بقى بين الاثنين يعني. لكن احنا كان في مصر العربيه كان لينا حوار او تصريحات خاصه من المهندس محمود طاهر ان هو شايف ان اللجنه ملهاش دور وان هي ما بيخرجش منها غير توصيات ما بتنفذش. انا متفق معاه في الجزئيه دي. تمام. كمان هو النادي الاهلي ليه راي انه يبقى فيه رابطه للانديه المحترفه ومش لازم ان يكون رئيس النادي يكون رئيس للرابطه يعني ممكن يكون حد من بره الانديه. فده شكل او اقتراح. فممكن نشوف الروابط دي موجوده في الدوري الانجليزي وفي الدوريات الاوروبيه نشوفها يعني نحاول ان احنا ننفذ التجربه او نشوف تجربه بره موجوده ازاي ونحاول نطبقها وبتنجح بشكل او باخر. يعني حضرتك شايف انه مجلس اداره النادي الاهلي او المهندس محمود طاهر تحديدا كرئيس للنادي الاهلي ابتعاده عن لجنه الانديه او ترشيحه لرئيس لجنه الانديه في بعض البنود اللي قال ان اللي قالها انه انها لجنه الانديه مجرد توصيات ما لهاش قرارات ملزمه. هو قال ده معانا في تصريحات مباشره يعني. شايف انه وضع صحيح ولا ممكن ينضم؟ كان ممكن ينضم وبعض الاقوال بتقول او بعض الاصوات كانت بتنادي انه النادي الاهلي ينضم للجنه الانديه ومن خلال انضمام لجنة الأندية يبقى في اقتراحات يبقى في تعديلات على لجنة الأندية لصالح المنظومة الفترة اللي جاية. ده ممكن دي وجهة نظر يعني والحياة كلها وجهات نظر. لكن هل ده مقتنع به مجلس إدارة النادي الأهلي؟ ما عرفش. هو ليه وجهة نظر ان هي ملهاش دور اصلا. فايه المشكله ان احنا نعمل رابطه يعني مع هو خلاص الكاف كمان يعني بقى الموسم اللي جاي الموسم اللي بعده ان شاء الله 2016. طب ما نبدا من بدري 17 يعني نبدا من بدري ان احنا ننفذ قبل ما الموسم يبدا الجديد ان يبقى في سعي تكوين رابطه للانديه المحترفه. تمام. حتى ان كان اللجنه هتبقى موجوده لان ما هو اللجنه موجوده في الموسم اللي هيبدا. لكن ايه اللي هتعمله؟ ايه الشكل اللي يعني ايه دورها؟ ما انا مش شايف ليها دور. لو في اي حاجه بتخص الانديه بيبقى اتحاد الكره هو المنوط باتخاذ القرار فيها. اكيد. استاذ محمد الحقيقه انا استمتعت جدا بوجودك معايا النهارده. ربنا يخليك. وبتمنى ان شاء الله انه يعني كلامنا يكون مهم ومفيد والفتره اللي جايه ان شاء الله يكون لصالح المنظومه الرياضيه وكره القدم تحديدا في كسر التغيير المدربين. كانت ظاهره موجوده الموسم اللي فات بشكل كبير جدا. كانت ظاهره الحقيقه شفناها من وجهه نظرنا انها ممكن تضر بصالح المنظومه الرياضيه خاصه لما تتعلق بالمصالح كثره المدربين بالمصالح زي ما قلنا في بعض مدربين الكره في بعض الانديه بعلاقاتهم بوكلاء اللاعبين والمدربين ممكن ده يضر بصالح كره القدم في الفتره اللي جايه. بتمنى انه يكون التغيير للصالح فقط ويكون التغيير لصالح النادي ونتائجه وادائه في الموسم الجديد. وده بيعود بالتاكيد على عوده بعض الانديه. نشوف 6-7 انديه استاذ محمد بتنافس على الدوري مش زي الموسم اللي فات بنشوف اهلي وزمالك وزمالك واهلي وانبي واهلي وزمالك وانبي بينافسوا على الدوري وكل الفرق اللي بعد كده بتنافس على الهبوط. الحقيقه يعني هو الموسم الجديد ده اعتقد ان هيبقى فيه منافسه ما بين الاهلي والزمالك بشكل قوي على البطوله وفي منافسه تحت زي الموسم اللي فات في منافسه على الهروب من الهبوط. يعني بتمنى ان شاء الله ان ده ما يحصلش وبتمنى نشوف 6-7 انديه بتنافسوا على الدوري زي ما بنشوف كل الدوريات الاوروبيه. في النهايه بشكر ناقدنا الرياضي المميز طبعا ورئيس نائب رئيس القسم الرياضي بموقع مصر العربيه الاستاذ محمد مصطفى. بشكرك استاذ محمد. انا اللي بشكرك ويشرفني ان انا اكون في قناه النهار ومع حضرتك. بشكرك. بشكر استاذ محمد مصلوح وبشكركم وانتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده من صحافه النهار 5:30.